فقرة ويلنس لليوم بلقاء أول مع فرح الحر رح نتناول في موضوع الابتزاز العاطفي والتحايل. أكيد رح نحكي بين الشريكين. بتصور صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ بنعود. كيفك؟ من بعد التحايل والابتزاز وما أكثره. عن جد يعني كنا عم نحكي شوي أنا وياك أنه أوقات الابتزاز والتحايل يبقى لغاية شريفة، صح؟ بس وقتها بصير التحايل والابتزاز لا هيك غاية من الأنانية والنرجسية بتصير. بدي أقول لك شيء بلانش، بس كمان هو مش بس بين الشركاء، ممكن يكون بين الزملاء، ممكن يكون بالعمل، ممكن يكون بين أعضاء العائلة. الأطفال بيبتزوك أوقات. صحيح، بيعملوا شانتاج أفكتيف على أهلهم الأطفال، بس طبعا عن نية حسنة 100%. إذا ما نحكي تعريف عن التحايل العاطفي شو؟ لك التحايل العاطفي هو شخص بيحاول بطريقة أو بأخرى، أو إذا بدك عنده تكتيك واستراتيجيات محكمة ليكون قادر يسيطر على الآخرين ويحصل على النتائج المرجوة يلي بتصب بصالحه هو بأي طريقة. بس ما بينكشف؟ أكيد ممكن ينكشف، ولكن بالبداية خاصة الابتزاز العاطفي، خاصة هو بيعرف ينقي مين بده يبتز عاطفيا. هن أشخاص عندهم جوع عاطفي، هن أشخاص نوعا ما ثقتهم بنفسهم منا كتير قوية، هن أشخاص إيموشنال وشوي ضعاف. يعني ما بيكونوا واقفين على أرض صلبة. الأشخاص عم بحكي الضحايا طبعا، صح. أما الشخص اللي بيمارس هيدا الشيء فهو فيك تقولي عنده نقص جواته، بيجرب يكمل هيدا النقص، وهيدا نوع من أنواع الخبث. بجرب يكمله بأنه يكون عم إذا بدك يستعمل هيدا الأساليب الخبيثة على الآخرين. مش فكرة أنه خوفا من البقاء وحيد بقوم بيعمل هيدا الابتزاز العاطفي، هو لأنه عنده سوء نوايا بالأساس. صحيح، هو أساسا عنده نقص، عنده مشاكل، ممكن يكون عنده سمات الشخصية النرجسية. طبعا عنده نقص جواته وضعف، لأنه الإنسان الناضج عاطفيا والإنسان يلي فعلا بيكون عنده هيدا الثبات والتوازن مستحيل يستعمل هيدا الأساليب لحتى يبني حياته بطريقة ملتوية وبلكي بطريقة مش مزبوطة. أكيد. شو هي أنواع الابتزاز الأبرز؟ طبعا هن كتير كتار، بس حجرب قد ما فيي أحكي على الأساسيات لحتى يكونوا عم ينتبهوا. أول شيء عندي التعزيز المتقطع. يعني شو يعني؟ يعني اليوم شخص بيفوت بعلاقة مع الثاني، بيصير بيتصل فيها مرة بالجمعة، مرتين بالجمعة، والباقي كله تشات. بهيدي المرة أو المرتين بحسسها أنه بيعزز لها كتير العاطفة، بحسسها أنه هو كتير بحبها وبينقطع عنها. هون بيبني لها للضحية، أو حتى ممكن تكون فتاة عم تستعمل هيدا النوع من الابتزاز، تبنى عند الضحية مثل خيال أنه هي بتعني له كتير لهيدا الشخص، أو أنه بينبنى عندها بالمخيلة أنه رح يكون في تكملة لهيدي قصة الحب. بتصير عايشة بس من هالاتصال، صح؟ قاعدة ناطرة هيدا الاتصال أو التعزيز المتقطع. وهيدا التعزيز المتقطع بيؤدي لإدمان، إدمان الشعور. يعني بيصير ناطر أنه بيحطوا للطرف الآخر بحالة إذا بدك من القلق، بحالة من الغموض والضياع. وهيدا بيعلقوا أكتر، لأنه بيصير كيف اللي ناطر جرعة الأمل دق ما دق. قدام نسمع صبايا بيكونوا أنه يي دق يي ما دق. هيدا علاقة طبعا كتير سامة وابدا لا تتسم بال اذا بدك ما فيها اخلاقيات، ما فيها اخلاقيات وما فيها نضج. الانسان الناضج بيكون عارف شو بده وعارف يتعاطى بطريقه مباشره وبطريقه واضحه مع الطرف الاخر ليكونوا علاقه صحيه نوعا ما. اوكي، فاذا هيدا في سميتيه ابتزاز متقطع؟ لا، التعزيز المتقطع. أوكي. هو اللي بيعزز له انه هو عنده شعور قوي تجاهه. اوكي، بيعطيه شعور بيعلى شعوره بالفرح، بيرجع بينقطع عنه. بيرجع بيقعد بينطره. بهيدي النطره هو عم بيصير عنده ادمان، ناطر اللقاء الثاني او الاتصال، ناطر الاتصال الثاني. لانه كمان هيدي حاله الغموض بتعمل له تعلق. أكيد. حاله الانتظار بتحسسه انه هو كثير مهم، مش هيك حيرجع يتواصل. بصير ضايع، وهيدا الضياع والغموض هو مثل في يكون نوع من انواع علم النفس الاسود او المعاكس، يلي طبعا نحن ما ابدا ما بنشجع على انه نستخدمه بهالاساليب هيدي. ثاني نوع من التحايل. ثاني نوع عندك بيتركها او بتتركه مثل صندوق الاحتياط.
يعني ممكن تكون زوجته بس بيتركها فقط للمناسبات الاجتماعية لأنه هو اجتماعيا لازم يكون ظاهر معه مرة بالشهر مرة عندما تستدعي الحاجة يكون عنده هذه الصورة الاجتماعية مكتملة أو بيكون صندوق الاحتياط اللي عم بيأمن له نوع من أنواع الأمان أو عم بيسد له أحد الحاجات فيها تكون حاجات نفسية اجتماعية قد تكون جنسية حتى تركه فقط أو تركها لا هيدا يسد له هيدي الحاجة يعني عارف دايما موجودة ما رح تتركني ولا مرة وقت ألا أم البسة رايحين ظهرها بتلبسه أو العكس يعني أو العكس أكيد وهذا الشيء وبعدين حياته عايشة لحال عايش حياة مختلفة تماما بس تركه عرف مثل ما بيقولوا عارف أنه هيدا الشخص مضمون ما رح يفل فأنا عم بقدر استخدمه بس بدي لحاجات محددة وهيدا ما بيكون فقط بين الأزواج فينا نشوفه حتى بعلاقات العمل يعني مثلا شخص بينقطع عنك شوي بده منك شيء مصلحة بدق لك بدي هالشغلة منك وهيدا الشيء كتير طبعا سام وبشع وينم عن إذا بدك الخبصنة بس بالعمل أنه كتير هيني تقولي له لا ما رح لبي هيدا الموضوع في ناس ما بتقدر تقول لا في ناس ما بتقدر تحط حدود منا واقفه على ما عندها الثقه بالذات المرتفعه والاستحقاق والتقدير المرتفع هلا بنحكي عنه هلا بالنسبه لثالث شغله الشخص بيجي بيقول لك بيعطيكي انه بيقول لك انا بدي سبيس بدي اعمل بريك وبدي اخذ ماي سبيس بس يقول لك هيك لانه انا هو دائما بكب على حاله اي نيد ماي سبيس وبدي اخذ بريك من العلاقه لانه انا عندي بعض الصراعات الداخليه ما عارف حالي مزبوط شو بدي هون الشخص اللي بيقول لك ما عارف شو بده وبده ياخذ بريك نصيحه ما تضلي معه اتركيه لانه طولي له البريك اكيد طولي له البريك اعطيه بريك فور ايفر هيدا رأيي الشخصي بس أوقات بالكابل ثيرابي بينصحوا بشوي من هال أكيد يعني بس تكون عندها هي هواياتها أو هو هواياته أكيد إيه؟ لا أنا عم بس بحكي شو بيجي بيتركها بيجي بيتركها بيقول لها أنا بدي أترك لشوف إذا أنا حأرجع لشوف بدي أخذ ماي بريك لشوف إذا عندي مشاعر مزبوطة تجاهك طب إذا بدي أحطها ستاند باي أو تحطه ستاند باي لا نحن طبعا بالعلاقة كل شخص لازم يكون عنده حياة أوكي. إذا بدك أكتيفيتي وعلاقات مختلفة لحتى يرجعوا يشتاقوا لبعض بس أنا عم نحكي قطيعة وانطريني نعم هيدي او رايح بدي اسافر لي شي 3 4 اشهر مثلا او بدي اسافر لي 5-6 ايام مع اصدقائي نفس الشيء ايه بده يسافر 5-6 ايام بده ياخذ فتره ليرجع يفكر اذا هالعلاقه مزبوطه طب ما اذا انت من الاساس عارف انه في شيء غلط من الافضل ان لا تستمر لانه اذا استمرت وتزوجوا وانجبوا اولاد ورجع بعدين عرف انها مش مزبوطه هونيك بتكون المشكله اكبر سو بدل البريك لازم يكون في حديث يعني بين طبعاً الطرفين اكيد اكيد بعدين في عندنا الشخص يلي اذا بدك بيعمل بيترك الأبواب مفتوحة من قله أوكي. وبيعمل تلميحات عبر السوشيال ميديا وبتكون النهاية ما فيها كلوجر يعني بيجي بيقلك بيتركك عنده على السوشيال ميديا يمكن يعملك بلوك على الواتساب بينسحب بشكل تكتيكي كنا نسميهم لمعلق ولمطلق مية بالمية مية بالمية بس شو بيصير بيعمل مثل بده إياك وما بده إياك هو مش عارف حاله بيصير بيضيعك بيعملك تلميحات لايك يبعث لك على ستوري لايكات بلكي هارت انا موجود يمكن ساعه بلوك ساعه مش بلوك تلميحات بيعمل لك بلوك لتساعه على الواتساب بيعمل لك بلوك على اي وسيله بس بخليك على احدى الوسائل اللي او بيترك البوابه مفتوحه مثل ما بيقولوا بلكي في رجعه بلكي في رجعه هون الطرف الاخر الضحيه بصير ناطره بصير يحس كل لايك عم يعمل له اياه او كل كوت عم بينزله هو قصده فيه هيدا الشيء كثير سام وكثير غلط يعني لو ما بيحبني ما كان عمل هيك او كان عامل لي بلوك على كل تخيل انه هو تاركه عم بيعذبه عم بفرجيه انه انا عم بعمل لك انا ناطر مثلا الاشياء اللي بتنزلها لكون عم شوفها لانا اعمل لك لايك هيدا الشيء مش حلو ابدا وما فيه عذاب نفسي فرح فيه يعني عذاب 100% هون بيكون الحق طبعا على الشخص اللي عم يتصرف هيك ولكن كمان على الضحيه النوع الثاني بعد اللي بدنا نحكي عنه كتار كثير كتار هن ما بيخلصوا بس نحن عم نحكي عن ابرز الانواع أوكي. يلي عم نشوفها لحتى نوعي الاشخاص اللوم اذا بدك بيصير في عنده بكب على الطرف الاخر اللوم المعاكس والاستعطاف يعني صار في مشكل بيناتهم
ما بيخلي مثلا انت قلت لي هالكلمه ما بيخليكي تحكي انت شو بكي، بحسسك بيبرم المواضيع عنده هيدي الحنكه ليحسسك انه انت قلتي لي هالكلمه انت غلطتي هون. شو بصير يحس الضحيه؟ انه الحق عليه، انه هو كوبابل، انه هو مخطئ، انه هو كوبابل، انه هو بصير ببطل الفوكس على المشكله الاساسيه، بيحول له كل شيء عن الموضوع الاساسي ليحسسه انه هو مخطئ وانه هو بيستدرجه ملكي لحتى يحسوا انه ما بيتم استعطافه. يعني شو ما بصير حق على الاخر 100%، ما في اعتراف بالخطيئة، كل شيء عليه. يعني بيجي عم بلومه، بيقوم بيرجع هيداك بلومه بطريقه معاكسه، وهذا شيء كثير سلبي. بس بتحسيهم قد ايه اذكياء هول اللي بيقدروا يبرموا الحديث لإلهم؟ اكيد، وبكل بروده اعصاب وبكل هدوء، بس بالاخر هيدي القصص حتنقلب عليهم هن. يعني اخر المطاف لما يخسروا الاشخاص اللي كانوا منيح بحياتهم رح ترجع تنقلب عليهم هيدي الأمور. بينتبهوا فرح لانه هن يبقوا مجبولين بهيدي الشخصيه، بينتبهوا انه خسروا؟ في ناس بتنتبه وفي ناس اذا هي شخصيتها هيك واذا بدك نرجسيين ابدا ما بينتبهوا، بحسوا حالهم هن محور الكون وهن دائما صح. يعني هولي مؤشرات لازم ننتبه لهم طبعا، يعني باول العلاقه صح، قبل يمكن الزواج او حتى اذا بينت خلال الزواج، تلميح بالزواج كمان عنا ما بيجي بيحكي هو اياها بشكل مباشر انه احنا عم نتعرف، اذا اتفقنا، اذا كان في توافق فكري، اذا كان عندنا تقريبا نفس الفاليو، نفس القيم، نفس الاهداف بالحياه، ممكن نتزوج. لا، ما بيحكي بهذا الاسلوب، ما بيحكي بشكل مباشر، ولكن بيلمح لها. مثلا بس تتجوزي مفكره كم ولد بدك تجيبي؟ بس تتزوجي بتحبي تضلي بلبنان ولا بتحبي تسافري؟ كانه عم بيقول لها انه بدنا نتزوج، بس هو ما في شيء بايدها ملموس، ما في كلام واقعي. او مثلا بيقول لها والله انا عم يضغطوا علي كثير اهلي اني اتزوج هالفتره مثلا، بس أنا مش قلق، يعني عم بخبر هيك، عم بخبرها وهن بعلاقه، شو بتصير هي تحس مثل عم بيقرب لها ويبعد لها؟ منقول بتصير تحس انه يمكن عم بيلمح لي كمان. هيدي احد الاساليب الخبيثه جدا يلي بتخلي الضحيه ضايع. يعني اذا بدك بتكون العلاقه بجراي زون، رماديه، لا معلق ولا مطلق 100%، وبنفس الوقت عم يترك ويرجع، يترك ويرجع. هو بالنسبه له عم بيعلق الضحيه، بس الضحيه قديش محطمه، يعني نفسيتها قد عندها جروحات لباقيه. كيف بيكون شكل هيدا الابتزاز؟ بيكون عم بحسس الضحيه عدم الامان، عدم الثقه بالنفس، بكون عم بيحسسه انه ما عنده استحقاق، انه هو شو ما عم بيقول غلط، بالارتباك دائما، ممكن يحسسه يوصله للجنون، يحس انه هو شو ما عم بيقول دائما هو مذنب، دائما الحق عليه، ودائما هو ما عم ياخذ مشاعره بعين الاعتبار. واو، هيدا الشيء كثير صعب. بس هيدي العلاقه مفترض يعني تبطل موجوده من اول كم لقاء، يعني صح، مش معقول تمد. هو الشخص اللي بتمت معه بيكون الضحية شخص ضعيف، عنده جوع عاطفي مثل ما قلنا، ما عنده ثقة بالذات واستحقاقه منخفض. هون كيف بيصير الشغل عليه؟ بده أول شيء يدرك الإدراك والوعي الذاتي شو عم بيصير. كيف بده يدرك؟ ما هو بيكون منغمس، يعني بده حدا يوعي إجمالا، بيرفضه حاله أكيد أسئلة محددة، أو بده يكون عم يحكي مع حدا قريب، حدا إيجابي، حدا بيحب مصلحته يوعي. يعني اول مرحله هي الادراك، أوكي. او بده يتوجه لعند حدا يساعده انه في شيء مش مزبوط بهيدي العلاقه، وهيدي علاقه سامه. يعني مجرد ما يقول هولي واحد من هول الاكزامبلز اللي اعطيتيهم او الطرق التحايل، المتخصص بالموضوع حيفهم لوين رايحه العلاقه. اكيد حيفهم انه الطرف الاخر عم بيمارس بعض اشكال التحايل عليه. طبعا لما يجي لعندك شخص بتكوني عم تساليه اسئله كثيره، اوقات سؤال صغير، مؤشر صغير، اوقات كلمه بتدلك على اشياء كثير، لانه دائما بيكون في عندنا طرفين، فنحن مضطرين نسمع مزبوط شو عم بيصير ليكون في عندنا فكره مزبوطه عن الموضوع ككل. تجنب كيف بصير؟ نعم، اول شغله بدي نشتغل على الضحيه، أوكي. على ثقته بذاته، على انه يكون ايجابي اكثر، وعلى رفع استحقاقه. بده يحكي مع حاله بطريقه ايجابيه، يعلم من قيمه نفسه، صح، انه هو يستحق الافضل، هو على القليله يستحق علاقه صحيه
علاقة عارف حاله من خلالها لوين رايح، أو عم بتكون هالعلاقة واضحة وعم تلبي له احتياجاته الأساسية، لأنه ما حدا بيرضى يكون بعلاقة سامة أو بعلاقة عم بيتم الاستفادة منه فقط. تاني شيء بنطلب منه يحط هدف بحياته ورسالة. الإنسان اللي بيكون عنده هدف كبير بحياته ورسالة ما بيعود يكون عنده وقت يركز على الأمور السطحية، وتلقائياً النجاح بيسمح له يصير استحقاقه مرتفع، يعرف انه هو يستحق الافضل، يكون عنده جولز، عنده تارجت، كل يوم عم بيفيق لهدف اساسي كبير. أكيد. ونجرب نربط هذا الهدف بقيم بالحياه، قيم تعود بالفائده عليه وعلى المجتمع. طبعا. كمان يكون عنده علاقات ايجابيه، يكون عنده علاقات مع اشخاص ايجابيين، يكون محاط باصدقاء، ما عم نقول الكميه ولكن النوعيه كثير مهمه. أشخاص يقدروا مثل ما تفضلتي وقلتي بلانش يقولوا له أنه في شيء مش ضابط بهاي العلاقة، لأنه أوقات الإنسان المنغمس ما رح يقدر يكون عنده هذا الإدراك. ما رح يقشع، يعني هو اوريدي منغمس، هيدا إذا مش كمان الطرف الآخر عم بيقول له أنت بلاي ما بتسوى شيء. أكيد وبصير نرجسي. الطرف الآخر بيكون نرجسي، لأنه بحسسه دائما أنه أنت ولا شيء، قيمته الذاتية كثير تنخفض. عشان هيك بنكون عم نعمل كل هالقصص. طبيعي كمان نطلب منه يكون عم يعمل اكتيفيتي سبور، مديتيشن، يوغا، ليكون عنده تفريغ لحتى يصير عنده صفاء ذهني. هيدي الامور كلها كثير مهمه، بالاضافه طبعا لما يكون وصل لمرحله كثير اذا بدك تعبان نفسيا، هون بنطلب منه انه يكون انه يلجا لاخصائي نفسي او لمعالج ليحاول يطلعه من الازمه اللي هو علقان فيها، ويحاول يوجهه وطبعا يعطيه التعليمات والريكومنديشن المطلوبه. هن بيكونوا دوميننت، يعني المبتزين يبقوا من الشخصيات القويه، صح؟ يعني صعب طبعاً انك تواجهيهم هيك بهالقد سهوله. صحيح، خاصه اذا كان شخص نرجسي، شخص سام، كيف ما برمتيها حيفرجيكي انه الحق عليكي. أكيد. انا هون بلاقي وبقول الانسحاب، بيسال حاله الانسان هل هاي هي العلاقه اللي هو بيحلم فيها؟ هل هالعلاقه عم تخدمه؟ هل هالعلاقه عم توفر له الراحه والامان او المتطلبات اللي هو بده اياها؟ هيدي هي. فرح الحر، شكرا لك على هاللقاء. وبدي اقول للناس اليوم يعني مش خيانه اذا نحن حسينا شيء بهالعلاقه ورحنا استشرنا اختصاصيين بهيدا المجال. هيدا واجب، هيدا واجب، يعني واحد منه مضطر يستمر بعلاقه لوقت طويل سامة، وهي سامعه عم بتاثر عليه. مش ضروري، يعني ممكن الاستشاره واحد لحاله فرد. أكيد. يعني أكيد. على حاله. أكيد. شكرا لك على هاللقاء. رح نروح مشاهدينا على فاصل وبنرجع.